في خطوة تهدف إلى تعزيز وحدة الصف السني والاستقرار السياسي، تتضافر الجهود بين الأطراف المعنية لتوحيد صفوف البيت السني والتوصل إلى تفاهمات تساهم في حل الأزمة الحالية. تستهدف هذه الجهود الاتفاق على مرشح لرئاسة البرلمان، مما يدفع العملية السياسية للمكون السني إلى الأمام. الكرة لا زالت هي في ملعب البيت السني، خصوصا طبيعة الخارطة السياسية والاصطفافات المرحلة القادمة ربما هي ستكون كفيلة بوضع مفتاح حل الأزمة السياسية المتعلقة باختيار رئيس مجلس النواب المرحلة المقبلة، لأنه هذا سيكون له انعكاسات حتى على الإطار الشيعي باعتبار أنه رؤى الإطار الشيعي اليوم أيضا منقسمة. تحقيق وحدة الصف السني يتطلب تنازلات من جميع الأطراف المعنية والتخلي عن التمسك بمواقفهم لتحقيق المصلحة العامة لتمرير القوانين المنتظرة بفارغ الصبر، ولا سيما قانون العفو العام الذي يترقبه المواطنون. نحتاج واقعا كثير من القوانين معطلة أو لم يتم التصويت عليها والاتفاق عليها. جزء من القوانين تخص يعني برنامج الحكومة للصير قدم لتحقيق البرنامج الحكومي، جزء من قوانين حقيقة متفق عليها لإقرارها وبالتالي مناقشتها. هناك قوانين كثيرة تخص الشعب العراقي، لا بد أن يكون هناك رئيس برلمان لإدارة الجلسات وبالتالي الاتفاق على إدارة الجلسات بصورة صحيحة دون منغصات ودون اختلافات. لقيت مساعي الكتل السنية ترحيبا واسعا على المستويين السياسي والشعبي. يرى الكثيرون أن هذه الخطوة قد تكون بداية لحل الأزمة وتحقيق الاستقرار من خلال العمل المشترك والتنازل من أجل المصلحة العامة. من بغداد، علي عبد الكريم، قناة الفلوجة.